بس ايه يا دي الصمت ده؟ يا للو ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهفوا الشوق يجي يضرب سندوتشات من غير عدد وفي الاخر يحضرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ هجي لك وقت تاني يا ايما. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده؟ انت على طول مش طايقني كده. يا ده سكت انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يلا. يا ده اقعد ده حلو لاحبالك السوتيه. معلش يا ايما انا كنت مفكرك قفلت روحت البيت لقيت امي متوغوش قوي على كوريا بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه اروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سوق تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبهنا. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طالعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كارثه ود، بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام فلعه سوا. ايه رايك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعه دي؟ كابتعون يا هيما هتعمل ايه؟ هتمسك عجله القياده. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لايام زمان. هنقول احنا لسه حبايب. يو ما خلص قلنا. طب بص انا هقول لك حاجه مش عايز اقولها لك تاني. تعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طه. ما تبقى جدع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم. يا جبتعون يا راجل يا ممل، ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه يا بقول لك؟ قلبي اتظلمت بقى علينا، اتظلمت. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما، ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور، انت بتدعي لي غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا 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 ده القصفه بتاعتي يا هيما، اتكل انت. انت بتبص عليها حيلتها. غور يا ابني من هنا غور. ما تخلص يا عم طاعون انت كمان، ما شافهمش هما بيسرقوا، شافوهم هما بيتنقلوا يتحاسبوا. اتصلي على النبي كده يا هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. بالراحه يا دي، انت واقع الاستاذ. الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيره اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يالا العجب، وطه وبسله مؤاخذة ايده. كده عدلت التوزيع عشان محدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيما؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيما، ده اسلوب حياه. سلام عليكم. ازيك يا ابله كوريا؟ مساء الفل. بقول لك ايه، مش وقت النظرات ثاقبه، عايزين نطمن على الراجل ونمشي. الف سلام عليك يا هيما، قلقتنا عليك يا شيخ. الله يسلمك يا طاعون. ايه الورد الجميل ده؟ طول عمرك حساس. والله ما رضيت اسرقه، جايبه لك من مالي الخاص يا هيما. ده انا كان نفسي اجيلك ليلتها بس انت عارف الظروف، اخوك بقى مسجل خطر ويعيشوا في القلق. وهذا بيسلم عليك وبيقول لك الف سلام عليك، وكان عايز يجيلك لولا حوار فرح اخته الصغيره، بس هو حلف بنت يمين انه ما يعملش الفرح غير لما تقول لنا بالسلامه وتقف على رجليك. الله يسلمكم يا رجاله، فيكم الخير. خير؟ خير ايه اللي فيهم؟ واحنا جالنا من وراهم الا النصايب ووجع القلب. الله هو فين؟ ايه يا حاجه مالك؟ انت طلعتي منين فجاه؟ ارجعي لجوزك، انت مالك ومالنا انت؟ جرى يا كوريا ما يصحش. لا يصح ونص يا حين. ولو انت بتخاف انا ما بخافش الا من اللي خلقك. انت طول عمرك واد دغري ومتعلم وبتاع جامع، ودول شويه ساعه وسوبه ومسجلين، لازين فيك ليه؟ عايزين منك ايه؟ واخره المدام كنت هتروح مني في شربه مي عشان مين ده كله؟ يا طاعون احنا جايين نتحط علينا ولا ايه؟ وايه موضوع السوابق ده؟ ما الحال من بعض يا ست كوريا. جرى ايه يالا؟ كفايه كده يا نسر، سيب الست كوريا تجيب اللي في بطنها. انا لا هجيبه ولا هودي ولا هطلع حاجه. ويكون في علمك يا نسر، مش كل من دخل السجن يبقى ابن حرام. كل واحد فيكم عارف اللي فيه وعارف بلاويه،
وانا كمان عارف وثلاث ارباع اهل الحاره عارفين. اقسم بالله لو ما بعدتوا عن هيمه انا راجل مش حرمه، بقول لكم هتزعلوا وزعله كبيره كمان. ماشي انت تزعل بركه ان احنا اطمنا عليك يا هيمه، وان شاء الله تقوم بالسلامه ويبقى لنا كلام سوا. سلام سلام. مع السلامه يا طاهر. مع السلامه خطوه عزيزه. اتعطلت يا بت ولا ايه؟ مش ليك راجل قاعد؟ ايه كلمتين كانوا محشورين في زور، كنت هطرشق لو ما قلتهمش. ايه المشكله يا كل؟ مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاهر؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا وليل نهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اخت بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعو، الرغي هنا في المحل اللي الحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا انصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقتي بدل ما وتربت امي. مش هقول لك استنى اما يخرج هيمة، انا اللي هفرج عليك امي تلاقي لها الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيمة خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيمة. بس انا بحب هيمة ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني؟ ده انا ساعتها يجيني طاعون على حق. يلا يا رجاله لحسن حسن الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. يخرب عقلك ياض يا كداكي، ده انت بسبع ارواح يا. لا وايه، نزل الفرح ولا 17 راجل في بعض، ولا تقول لي اصابه ولا مستشفيات. نزل 17 راجل ورجع ذكر. بس ايه برضك المزه قويه وشديده، كوريا فرتكت الليله عليه هو ونوال وسلومه. ديناميت يا مواطن ديناميت. ايه المايه رجعت لمجاريها ولا مجاريها لسه طافحه؟ طافحه يا طاعون. يا عم ولا تسدت ولا بتاع، الحريم سهله ورجعتها قريبه، دوستين ثلاثه منك وهتلاقيها سلكت. ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك ليا، ما اقدرش اقول لك غير عليا، ولا مؤاخذه هات لي هديه. ادينا بندوس يا عم طاعون. سيبك انت، انا عايزك في حاجه ألذ. احنا ما احتفلناش بيك من ساعه خروجك من المستشفى. انا عندي واد صاحبي شغال بودي جارد في كباري سبع نجوم، انما ايه من بتوعي الحلاوه يا مواطن. قفل الليله دي واطلع البس الحته الزفره وانزل لي، هعيشك ليله ملوكي، ليله مع طاعون. يلا ياض انجز، انا قلت لك قبل كده طاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. ماشي. شفت شفت، زودتها في الرقص بهدلت الاصابه بتاع الكتفه. معلش. اشرب اشرب يا هيمه واربع. الليله ليله هنا وسرور، احنا معمول معانا واجب، انما ايه في اهيمه؟ كتاب اللي انا بحبك حب طاعون ما حبوش راجل لراجل قبل كده. ايه الليله دي؟ بتحب طاعون يا هيمه؟ ايه الليله دي؟ الحمد لله الحمد لله. الله 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 الله، انت ليك في سن المعاشات ده؟ لا انا ليا في فلوس المعاشات. استنى بقى كده شويه لان شكل السناره جامد. سناره اللي تغمز يا عم كبداكي دي، لو السناره جمزت فيها تموت. ده حلاوته يا حمار، اللي زي دي ها تظبطها في اول اسبوع، تتجوزها في التاني، تموت في التالت، تورث انت في الرابع، معروفه. ايوه يا صاحبي، بس عزرائيل مش بالنيه، ومحدش ضامن مين بيموت قبل مين. مش هيك تبقى معمره وبتضرب بالركلي الوليه دي، ساعتها تشرق انت الاول وتبقى ليلتنا طيله. ساعتها ابقى شهيد، احتسب شهيد، معروفه برضه. طيب انا اروح احبق بقى عليها ها وراجع لكم، ولو ما رجعتش تبقى الليله اتظبطت. ماشي. خلاص يا هيمة خلاص يا هيمة، وفر الكوس ده لتيتك. يلا خلاص حبيبي يا حبيبي. الواد سوكا بقى يتفرج على تركي كتير، الواد ضاع. اللهم صل على النبي، ده كاظم الساير في الحارة عندنا ده ولا مين؟ الواحد ياض يا كبداكي طلع ليه في القيافة ولا كان عارف، فجأة اكتشفت إن أنا سكسي. أه ودي قلبتها دي من واحد ده ولا ايه يا طاعون؟ لا 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 لا، انت تعرف عني كده يا صاحبي، دي بدله الشغل. اصل اخوك اشتغل بودي جارد في الكباريه ياض اللي سهلنا فيه اخر مره ساعه ما سبتنا ومشيت مع الوليه القرشانه. شغل شمال اه، بس شمال على نظافه، بالبدله والكرافته والشوكه والسكينه، تقلب الزبون اه، بس هو بيقول لك ميرسي وشكرا وبرونتو. لعبت وارتاحت يا طاعون، لعبت وارتاحت. طب ما تاخدنا يا عم على جناح، ده اللي يطير لوحده يقع يا صاحبي. انا نازل بدري دلوقتي عشان مدير الصاله يفطمني على الشغل، اقول له شوف لك على شغلان. لا شغل مره واحده، انت خدمتك ليا ان انت تسهرني سهره في الكباري ده، وانا عارف سكه. يا قليل الادب، عينينا اعتبر الكباري كباريهك والطاعون طاعونك.
يد انا بحبك عيب، اصحاب انا وانت ولا فاكرين الماضي لا مؤاخذه ولا اهب انا بقى يا برنج. سلام سلام. تعالى يا كداكي تعالى تعالى، ما تتكسفش، مساء الجمال والفرفشه يا اداره. اهلا يا طاعون، ازيك؟ اقعد يا هيمه، انت وانا جايبك اخطب لك، ايه الخجل ده؟ اقعد. الحمد لله يا كبير، هيمه ابن منطقتي واخ اصغر ليا. اه ما انا شفته امبارح، حتى بالاماره كان عامل لنا قلق هنا في المحل. لا يا كبير، القلق ده انا ما احبوش، حتى بالاماره انا اول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت احتراما للمكان. لا وانا الحركه دي عجبتني قوي. امال يا كبير، هيما ده ابن اصول، ده كان هيدخل المرداديه بس مجموعه فشل. اه بس انا مش عارف افضيله ترابيزه ولا قعده، الدنيا موسم وزحمه زي ما انت شايف، صاحبك وضيفه كاب على راسه من فوق مره يعني كده ولا حاجه، مش كل يوم. طب ما تضمه يا كبير يشتغل معانا. انت بتفهم في ايه يا ابراهيم؟ بيفهم في ايه؟ ده الراجل شيف قد الدنيا، مش لا مؤاخذه مستر كنتاكي عمل خلطه الفراخ فسموه كنتاكي، هيما بقى اللي دخل خلطه الكبده فسموه كبداكي، واحسن حاجه فيها ميزه تاكل كبداكي في الجيزه. خلاص دخلوا مطبخ نجرب. لا مطبخ ايه يا كبير، ما تتنيش بالحقيقة، ابوس ايدك، ما تخليني هنا في الصاله، ده انا عجبك قوي، شغلني اي حاجه في الصاله ان شاء الله، شغلني رقاص. بس واتك البيت تقريبا خطيبتك دي وشكلها مقرش، انا مش عارف البيت دي عدت من تحت ايدك ازاي هيما، مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم واتكت ايه دي، بتكح قمصان نوم، البت دي اصلا كانت متجوزه واحد في الخليج وما رستش منه دنار احمر، وجات يا عيني بالهدوم اللي عليها. بس واتك يا يا عم انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه، المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون، وتدلعني بقى وتصرف عليا. ايوه تدلعني يا طاعون. ادون جول وقعد حلب حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، انت فين يا ده سوكا، مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي، بقالك يومين مش ظاهر، ما بتفتحش العربيه ليه، في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده اشتغلت؟ اه. فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ، بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي، من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقحه، الناس هنا يا سوكا مش لاقي تاكل عيش حاف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه والنص بالنص، وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه، وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب، الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه ده على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي اه، بس بق ودلدوله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول، وهتيجي بقى كوريا تقول لك الكباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه يا جاك طاعون، تديله مفتاح عربيتك، ياض عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس، ده عربيه كبده، ده سوكا طاعون. سوكا خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خد الكبداكي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي الناس. يا ناس ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايه انت ما نمتش ولا ايه؟ اه مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيلة، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا، هنهي حوار مع بنت الكئيبة دي واجيلك. قشطة. أمن المنطقة. مش شغلتي بس عينيا. يلا يا عم طاعون نغور من الحتة الناكسة دي. ماشي يا أخويا، أحاسب وأحصلك. معلش يا استنوال، ساعة شيطان ما تشيليش نفسك، هما الرجالة كده جنس كلب، يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا أنا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي. ماشي خلاص بقى، خد يا ست الناس، أنا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله. بدأت تندع بنات،
الو بنت حلال مصفي، ده انا كنت هكلمك اطمن عليكي بس قلت اسيبك كده يومين مع نفسك. انا سلمك يا رشدي ومش عارفه اعمل ايه ولا اروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال جكتعون، ان كنت تريدين السكنه اظبط لك اي مكنه، واحنا مش رجاله نسد برضو ولا ايه؟ بس انا خايفه حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الاسرار الذي بلا قرار. طيب طيب انا هنزل دلوقتي. وانا هجيلك في المكان اللي جنب القهوه ساعه ما اتكلمنا اخر مره، نفس المكان اللي كان لمؤاخذه بيجمعنا سوا، واول ما اوصل لك هاخدك ونحل المشكل سوا. دستور. دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ست عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي وان، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريد حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روح يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود، ربنا يحميكي من الميكانيكي وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. ها؟ طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بط حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول تعون ده صايع لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي. أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت الشغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. مالك؟ مستنيها تفتح. طب اصطبر. عايز أطلع الشقة أجيب كرشاوي وأخلص عليها. بقى انا ابراهيم كبداكي اللي بيتهزله بطن البقره تما يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو ومهما كان بينك وبينها، اتك على الراحه وبالعقل يا كبداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصاك؟ لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كبداكي، هعصرها واسنفرها واخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد يا لسه قافش ولا ايه؟ وربنا كنت عمياني امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات لي الكباريه وسخت معايا. كبداكي الفيلم ده مش هاكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى ما تقفش، في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش، انت هتعمل فيها منى الشاذلي. اقعد يا عم. لا منى الشاذلي ولا منى الحسيني. من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه ياه؟ كده برضه كبداكي بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك يا كبداكي في الكباريه. على نعمه ياض يا سكه، انت مخك على قدك. ياض الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سكه، ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه ياه؟ ده انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون معذور. ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور سبوع، بس تغني في كباريه دي كبيره عليك. عليا النعمه ياض يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها. قولي لي بقى يا اميره القلوب، مبسوطه في البنسيون؟ الحمد لله. ناس كويسين وطيبين، بس انا عايزه ارجع البيت عشان الم هدمتيني واتخانق مع سلومه الكلب. واخد منه ورقتي، الراجل الناقص زي ما يكون هيرميني، لا كاتب لي مؤخر ولا قايمه. لا لا لا، ولا تروحي ولا تتكلمي ولا الجو ده، وانا هبقى اجيب لك الورقتين بتوعك بس بطريقتي، خلاص؟ المهم بقى تركزي معايا دلوقتي. تاخدي الحتتين دول تجيبي لك ايه؟ هدمتين حلوين بس يكون فيهم طقم ملعلط كده وبروبرو. ليه بقى؟ لان انا هخرج خروجه ما خرجتهاش قبل كده، هعيشك في امبيانس لم يحدث من قبل. بس كده كتير قوي يا ست عون. انت جمالك بقت مغرقاني. ولا كتير ولا حاجه، انت ست بنت حلال وطاهره وتستاهلي كل خير. تصدق بالله انا شكلي فعلا بنت حلال وربنا عوضني بيه. اتفضلي يا ست، الستات كبارهك ومطرحك. استني.
قبل ما تنزلي ناخد صورة سيلفي. اتفضلي يا ست الكل، اتفضلي خشي خشي على طول. ايوه ايوه، عدي الشاب وعدي المزه. ايوه كده، يا سلام يا سلام. اقعدي يا طارق. ايه يا هيما، صلت ولا ايه؟ انت جايب نوال هنا الكباريه وماله يا هيما؟ مزه ومش لازماك، وانا مستاذنك عايز اعمل منها قرشين، هتبص لي في اللقمه. جرى ايه يا هيما؟ روق، وبعد كده انت ممكن ينوبك من الحب الجامد. يلا شوف بقى هي عايزه ايه. طب خد بالك بقى، لان دلع المره بيجيب ورا. عادي يا سيدي، والرجوله مش بسهوله. انجز بقى انجز. دي طالبه حلبه. طالبه حلبه؟ ده احنا هنشوف ايام سودا. مين اللي وزوكوا تولعوا في محل البيت يا ربتي؟ لا 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 لا، احنا شمال بس لحسابنا، ما نحبش نشتغل عند حد، احب اعيش حر طليق. المحل بتاع المؤاخذه؟ لا مش سكتنا، احنا بنحب الانحراف قوي على فكره. ما تشوف يا أبلة العلم مستشيخة، يمكن ولعوا فيه عشان التماثيل الأريانة. اقعدي يا أبلة، اقعدي اشربي حاجة وخلي إبراهيم يحللك الموضوع. أخ جاني طاعون، ده أنا نسيت إنه سابك ولا مؤاخذة وراح يشوف سكته في حتة تانية. سوري. هي الأبلة كوريا الشمالية ولا الجنوبية؟ أخوكي أشفر ما بقتش قادر أدفع أجرة البنسيون، ويرضيك أنت بقى الست صاحبة البنسيون تقولي الصراحة راح يا تعتع وأنت ما بتدفعش؟ ده حتى ممكن تتفهم غلط. طب والعمل؟ هرجع اقعد عندك من تاني؟ ولا حتى دي تنفع. العيال وهدان ونس بيجوا يبيتوا عندي، ودي عيال كلاب، لما بنضرب حجرين ثلاثه سوا بيبصوا لنا بصات مش مظبوطه، ما بالك بقى لو انت بايته معانا. طب هعمل ايه بس؟ ده انا لو رجعت لسلومه هيقطعني حتت. وانت ايه اللي رجعت لسلومه؟ انت خلاص ما بقاش في بينك وبينه اي حاجه، مش من حقك اصلا ترجعي له. قفلتها في وشي يا طاعون؟ خلاص هارمي نفسي في النيل ده عشان ارتاح واريحك. يا ست الناس انا مش تعبان، انا بس قلبي وكلني عليكي، انت ست محترمه ومش حمل البهدله. والنعمه. طب هنعمل ايه؟ تاهت وبعتنا وراها عيال يجيبوها، والحمد لله لقيناها. انت تشتغلي. اشتغل؟ وهو نعرف اشتغل حاجه؟ تعرفي الا تعرفي، انت يا ست نوال مش عارفه قيمه نفسك ولا ايه؟ طب بس انت سيبيلي نفسك، وما كنتش هدخلك العرب جود تالنت ما بقاش انا تعب. خش يا ست الكل، يا ستهم يا عسلية العسلية. مثل فل. الله الله، ايه يا طاعون، ايه التأخير ده كله؟ معلش يا دارة، كنت عايز أوضبها كما يليك بالمكان، فعدينا على أنزران وجبتها على طول. ماشي، فهمتها بقى الشغل؟ عيب عليك، أنا لخصت لها كل قواعد المجد في بيت شعر، تحب تسمعه؟ نسمع يا طاعون وماله؟ قولوا للي أكل الحرام أوكي، بكرة اللي كلوه يهدموا عادي. الله يقطعك يا طاعون. بس على فكره اسم نوال ده بقى مش عاجبني خالص، معرفش مش حاسه قديم قوي، ستينات كده. انت ممكن ينفعك اسم ناني. الله على ذوقك، احلى بكتير. ها بص بقى يا ناني، عايزك يا حبيبتي تقفلي عداد الدلع عندك على الاخر. الزباين هنا بتيجي بكوع دم قلبها عشان تشتري الانبساط. الانبساط ده بقى احنا اللي بنبيعه لهم يا ناني. ماشي يا ناني؟ ماشي يا اداره، هي بس متوتره شويه، اكمنها في مرحله اخيره نتجرأت، بس هتفك واحده واحده ما تقلقش. على فكره الغنوه اللي شغاله دي هي اللي مكسره الدنيا وواكله مع الناس قوي، ما تعرفش بتاعت مين دي يا طاعون؟ لا سامحني يا اداره، انا ما بسمعش الاغاني الهابطه دي، بحب ماجده الرومي. طب تعالى يا بابا عشان عايز اقول لك على حاجه. عينيا. شايف الزميل الحاتي اللي قاعد هناك لوحده ده؟ خدها هدفع عليه. ها؟ وخلي عينك عليه. من بعيد لبعيد كده، ها؟ مش عايزين رسالة على الزباين. عيون تعطى. يلا يا طاعون. يلا يا قطة الناس. يلا حبيبي. وانا اللي فاكراك راجل. اتاريك الا ما فيك واحد عادل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ جرى ايه يا بت؟ انت كنت فاكراني هاني سلامه ولا ايه؟ وجو حب وكده؟ يعني انا منيمك في فرشتي ولم امسك، وبوضبك وجايب لك شغل، تفتكري ليه؟ عشان تحترفي في نادي الاولمبي مثلا؟ بقول لك يا بت صحصحي كده وفوقي عشان احنا داخلين على مرحله عسل. ها؟ يلا. ما قلتلوش ليه ان الغنوه دي بتاعت الواد سوكا؟ عشان انا بحب ايمان البحر. خلاص يلا بقى اقعدي. مساء العسل. وده ايه ده ان شاء الله؟ اقعدي بس، ما هو اصلا مش شايفه. سفير الزوايا الحسنه، شغلك معاك تامرني. هيما. ايه يا هيما؟ بجد والله مبسوط. مالك يا هيما؟ ايه اللي انت بتنيره ده؟ انت جايبك تشتغل معانا طاعون. لا بقول لك يا هيما، ما تنساش ان انا اللي جايبك تشتغل في المكان ده. ودلوقتي ناني بقت حرمتنا، احنا اصحاب. بس البيزنس ما فيهوش شفقه يا صاحبي. بقول لك يا كبدتي، لا مؤاخذه بقى، لو عايز تسترجل روح استرجل على سوكا اللي واخد محل الكبده بتاعك، ورايح جاي مع كوريا. خلاص؟ رايح جاي مع كوريا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا طاعون؟ زي ما بقول لك كده، انا قلت لك وانت حر نفسك. يلا شوف شغلك. طا
طاعون تعالى يا ابني وصل ستك ناني وقف لها تاكسي ليموزين خمسة راكب. وماله؟ اتفضلي يا عمر. ست الناني تؤمر واحنا ننفذ. جرى يا بنت نوال؟ ايه العبارة؟ بنت يا نوال؟ انت هتمثلي بروح امك ولا نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت ناسة مين اللي جايبك هنا؟ الله جرايه طاعون، انت اول مره يا اخويا تلغيني باللغه دي. وطي صوتك يا بت، عزوز المعفن عمال ينطق فيك لفوق لفوق لما دماغك هتخبط في السقف، واحنا بيخفز بينا الارض، وشويه ناني وشويه ست ناني، هي ايه؟ ايه؟ تكرهني الخير يا اخويا؟ لا يا ضنايه ما اكرهش الخير لحد، بس احبه لنفسي قبل اي حد، انا جايبك هنا عشان تاكليني الشهد، تقومي تروحي مع عزوز والبس انا واكل على قفايا؟ امسي. عايز ايه دلوقتي يا طاعون؟ فيها لخ فيها يا نوال، ربع اللي دخلك بتاعي، وإلا ورحمة أمي اللي موع على شكلها، زي ما جبتك دنيا الليل والفلوس أرجعك تاني أسفل السافلين. ربعه. يلا يا ست ناني. هي كرداسة أقرب ولا ناهية يا طاعون؟ لازنين أقرب من الاتنين يا كداني. طب سكة نوال دي بقت أزل اللي هيعمل نفسه مطب فيها، فأنت عشان حبيبي أنا قلت أقول لك تبعد عن السكة دي. جرياك الداكي هو اللي هنقوله هنعيده؟ احنا مش قلنا مش لازمك؟ كان بس دلوقتي لازماني. يعني ايه؟ يعني كانت معايا ورمات وبعد كده حليت في عيني فوطيت جبتها. نوال ظبطتلك طاعون، لو بس حاول يحكها قوليلي هرجعه بطن امه تاني. انت كده اشتريت رضاي ودفعت عربون، بس حرس مني عشان انا دلوقتي ناني مش نوال. صحيح، ابقى فكرني اخلي عزوزي ينطقك في المحل عشان تبقى الطب. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي. متشكرين يا انسة ناني، متشكرين. ناني نوال. سلومه بره يا باشا. سلومه مين؟ سلومه الجزار اللي في المنطقه اللي كانت فيها هيدا ابو طالب، عايز يقدم بلاغ. خليه يدخل. تمام يا باشا. سلومه. السلام عليكم يا سعاده الباشا. عليكم السلام، اتفضل. متشكر. والله يا سعاده الباشا انا من ساعه ما جيت هنا المديريه قاعد ادور على مكتب سعادتك لحد ما وصلت. انا عندي بلاغ يا سعاده الباشا. وعايز تبلغ عن ايه؟ عن واحده هربانه من العداله واللي مخبيها ضابط بوليس يا باشا. مين دول؟ واحده اسمها هايدي. هايدي ابو طالب؟ والله ما واخد بالي يا سعاده الباشا، اصل انا كنت اعرف اسمها الاول الجمالات، اللي جوزها وهي راحوا على البنك سرقوه الفلوس دي الملايين. مين الضابط اللي مخبيها؟ ضابط مباحث في اسم مصر القديمه اسمه عدم المؤاخذه علاء عبد الحميد. خدتني ومشينا والفرح يضمنا كوريا ولوحدك الا ما عملتيها واحنا مخطوبين. اديني عملتها. ده ايه جو الافلام ده؟ في ايه؟ اللي بينك وبين البت اللي اسمها نجوانا كبداكي. الله، ده انا متراقب بقى. لخص في ليلتك. بقى انت كنت عمال تسالني على هايدي والفلوس عشان تقررني وتعرف فين الكفه الكسبانه وتجري وراها؟ وايه كمان؟ كاكاوه يا شيخ. بتستفقني انا يا هيما؟ بتخش عليا بالناعم عشان تعرف فين سكتك بعيد عني؟ بتخليني كل مره افرح من جوايا واقول يا بت هيما ارجع لك. وانت دلك النجس عمره ما هيتعدل ابدا؟ ما طبعا. ما انت لقيت سكه فيها فلوس وحريم نظيفه تبقى ايه لازمتها كوري؟ مش كده؟ مساء الفل يا اداره. اهلا يا طاعون، ازيك؟ الا الست الناني او الراكسه الفيرجن بتاعتنا لسه ما جاتش؟ اشمعنى انا يا طاعون؟ انت ناسي يا مديري ان هي مجايبي؟ ولو في اي قلق او حزازيات هتبقى في وش؟ لا مفيش قلق ولا حاجه، ما تقلقش نفسك ولا في اي حزازيات. روح انت بس شوف شغلك وخلينك على الزبان كويس. جرى ايه يا واد يا طاعون؟ تعالى هنا. انت يا اخويا عمال تصطاد في العكاره ولا ايه بالظبط؟ تصدقي بقى ان انا اللي عينيا بتبكي عليكي بعكره عشان خاطر الظلم ده يا ست ام سوكا؟ انت عارفه كويس ان تعتع قلبه كبير. يا روح كده كقطعنا، ده انت ساوي يا ولا. روح روح اكرم. يسلمني حلاوه لسانك. عن اذنك يا دار. اتفضل يا طاهر، روح شوف شغلك. يا خساره، ما حدش فينا نفذ وعد، ما حدش فينا خاف من البعد.
بقى انا اظبط البت واخليها دريم بارك عشان انت تيجي تقف في سكتنا يا هيما. في ايه يا طعون؟ لوك 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 كتير في موضوع نوال ده ليه؟ الحته بتاعتي يا عم، الحته بتاعتي وعايز ارجع لها. في ايه؟ وانا استاذنتك ومع ذلك سيبك من لوك لوك فعلا، انا هسيبها لك عشان سبب واحد. نوال لا انا ولا انت هنقول منها حاجه، عزوز هياكل التورته كلها يا شيخ. ايه ده؟ مين ده؟ مين؟ انا كبداكي. كبداكي يا طعون بجد. وبص شوف كبداكي هيعمل ايه. فرجنا يا سيدي. يلا يلا بدعي لك. في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ مفيش حاجه. شيلوه من قدامي. شيلوا مين؟ مين ده؟ تعود. لا تعود ايه؟ استنى بس يا نفس. تعود شيل عضلاتي يا قدره. لا اتهطلت. انا حذرتك يا هيما. ولا استنى بس ده اتهطل اللي عملت لي فيها لورنس. انت اتهطلت يا دكتور. ايه بقول لك؟ ايه يا واد تعود؟ هو الراجل اللي قاعد هناك ده هو سلومه ولا انا عينيا مدغشه ومش شايفه؟ ده انت نظرك ستة على ستة ويدخلك الكلية بتاعت أمناء الشرطة مرتاحة. هو بعينه بغباوته بشكله العكس. ايه اللي جايبه عندنا هنا يا واد؟ زبون. الواد كبداكي قلبه في 105,000 بوليون فقاعد بقى عشان ينسى. يا خرابي عليك يا كبداكي يا نصاب، يقلب الراجل في 105,000 بلبل ويبعت لنا احنا 10,000 بلبل بس. ما اصل الحداية ما بتحدفش بلابل. اما اروح اشوف ايه حكايته الراجل ده هو. عليا الطعوم بالتلاتة. الام سوكا مدرسة ومدرسة خاصة كمان من ام مصاريف. مدرسة امناء الشرطة. بحبك يا ام سوكا. انا بحبك يا واد يا طعوم. غلطان يا بس. الراجل ده عمل ايه؟ عمل ايه الجزار المتقاعد ده؟ ضايقك؟ ايوه يلا شيله، ارمي الزباله دي من هنا. يلا انا عايز دواس يا عم. يلا بقى انت على طول دواس مراتي على طول قال الهبته. يلا 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 يا متقاعد. مش في الاداء انت النهارده يا بوستكاسك. مدي على لطفي بوشناك. بقول لك ايه، مش حاسس كده دمك خفيف شويه؟ الحمد لله. انزل على دماغي شويه. ماشي يا عمنا اللي علي علي. ايه ده؟ انا هديك هديه. يما اقعد يا واد. يما يا واد اقعد، ما تبقى الزرزور ده. عزوز بيحبك. عزوز بيحبش الا اجيبه بس، وبيحبش الا نفسه. طب بس اقعد اقعد، هدي نفسك واشرب لك كده بق بايره يهدي اعصابك. يلا مس الجمال والرضا. عاوز ايه يا طاعون؟ عاوز الخير والمصلحه. ما كانش يتعزي يا اخوي. من الاخر كده، صاحب كباريه تاني مستعد يدفع لك 3 أضعاف اللي انت بتاخديه وتسيبي هذا المكان الموبوء ونبدا هناك من جديد. السكه اللي انت ماشي فيها دي ضلمه. انا وثقت فيك قبل كده ولدعتني، لا يمكن اديك رقبتي تاني. قول اللي وزك عليا اني مستكفيه. في ليله اقل جمالا من هذه هتحتاج التعاون. ارحلي. شيخك تكسبتي النيله في يومك اللي عامل زي وشك. ليه؟ ابو سكاسك، ابو سكاسك في مزموزين عاوزاك. مزموزين؟ ما انا حتى استغربت قلت لهم مش عوايده، بس هي قالت انا عايزه سوكا. قالت لك سوكا؟ هي مزه مهذبه كده وبتقول اسمها الست هاجر. هاجر؟ انت متاكد؟ متاكد. اوعى. الشيخ علوان ده ست انا اللي مسلمه لعزوز. الراجل اول ما شافك كان عايز لا مؤاخذه يدقلجك، بس عزوز قال له دي مش سكتها. قال له خلاص اتجوز ورمى فيكي 600,000 جنيه لعزوز. يا لهوي 600,000 يا نسبتي. امال كان هيلها في كرش 350,000 ويديك انت 250. يا ابن الحراميه يا عزوز يا واطي يا ناقص. تاخدي بقى التقيله ولا اجيب حد يشيل معاكي؟ هو في اكتر من كده يا اخويا؟ الشيخ علوان ما كانش هيطلع. حوار الشهر جواز ده كان اشتغاله من عزوز. اني سمعتهما، حضرت القعده من اولها لاخرها. عزوز قال له هي مش هتقبل تتجوز على طول، احنا هنشتغلها ونقول لها موضوع الشهر، ووقت ما تبقى على ذمتك ابقى اعمل فيها ما بدالها. يا زباله يا عزوز يا عره الرجاله. طب وانا يا اخويا ايش ضمني بقى انك ما بتشتغلنيش؟ فكك من عزوز، وانا هظبطك مع الشيخ واسلمك في ايدك 500,000 جنيه، ولا هفنى 100,000 بلبل، نسيب الكباريه انا وانت، انت تعيشي بال500,000 وانا اشوف حالي بالعمود. يا سلام. وانا اعمل ايه بقى بال500,000 جنيه وانا متجوزه الدهول ده وهو مش عاوز يطلقني؟ ويطلقك ليه؟ ده هو هيعيشك برنسيسه البرانيس، ثم لو اتخنقتي منه اقرفيه في عيشته، زهقيه، خليه يقول لك بتبعديني عن حياتك بالملل وخليتيني اقول خلاص لا مؤاخذه مفيش امل، وساعتها هتتطلقي ومعاكي القرشين، افتحي الكباريه بتاعك، هتلاقي تعطع معاكي ممكن اديرهولك انا، وابقى اكبر كواد في الوطن العربي كله. علي النعمه، سيده الجماهير الاولى وسيده مصر والكسر. فاكره يا بهدوره؟ فاكر لما كنت بقول لك نفسي ابقى اكبر قوات في الوطن العربي؟ وهو الحلم بدا يتحقق. ده دلوقتي عايزين يكرموني.
ايه رايك؟ الدنيا حلوه وهتحلو معانا. انت اللي طلعت بتفهم فيهم يا منايل، عيبك بس انك واطي ومالكش عزيز. انا ده انا مفيش احن مني. بقول لك ايه، اوعي تنسي ان الطاعون ده مش مجرد اسم، اسلوب حياه. اتفضل يا شيخ جاسم، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل. عليا النعمه، انت انضف حاجه حصلت في تاريخ الكباريه ده. اتفضل يا باشا، اتفضل. الله يخليك، ده من ذوقك. يلا اتفضل. اتفضل يا باشا. شكرا. اتفضل. شكرا يا استاذ ابراهيم. شكرا. احلى ترابيزه في المكان. يا سلام. على البحر عادل. اتفضل. نسيت اقول لك ان الواد هيما رجع وشكله هبر هبره حلوه. نسيت. ومين اللي معاه ده؟ ده شكله كده ولي النعم. ثواني ورجع لك. بص، شفت الليونه؟ الله يا عيني يا عيني. برنس الانس والجنس يا كباكي القلب. ازيك يا طاعون؟ الحمد لله على السلامه يا عسل. الله يسلمك، عامل ايه؟ الحمد لله. اصل انا هنا مسيطر قوي. طبعا طبعا، ضيوف هيما هم ضيوف مصر. اهلا بسعادتنا. الله يخليك، نورتونا. شكرا شكرا. يا ستهم، مش هتقومي ترحبي بالزباين؟ انا اقوم لدول؟ لا لا، بقول لك ايه، اكل العيش ولقمته مالهمش دعوه بالحزازيات اللي بينك وبين ايه؟ بين هيما، خلاص؟ وبعد كده الكواده مسؤوليه، ما دام انا الكواد يبقى تسمعي كلامي. قومي يا ست، انا دلعي الناس. انت شايف كده؟ انا مش شايف غير كده، يلا. بالدلع بقى، وادي له بقى الشفه الحلوه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا زفت، انت مش شايفني واقفه؟ الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر، وحشانة الابتسامة والبيضة والحجر. أنت إيه يالا لما قعدك في عربيتي؟ وفين السواق الزفت؟ إهمادي بقى، لا بقى في عربيتك ولا سواق ولا زفت. خلاص، الشيخ علوان رمى عليك اليمين وطار على المطار، وخد معاه العربية والسواق والفيلا والمحل. في 60 داهية، ده حتى كان دمه يلطش، مش مهم، يلا، وقف لي تاكسي بسرعة، عايز أروح المحل، وحشني الرقص. ألا أنت جالك بكم ولا إيه؟ بقول لك خد كل حاجة وأولهم المحل. ازاي؟ ده كاتب لي المحل بيع وشراء. ما هو عشان انت مش مثقفه وما بتعرفيش تفكي خط الناس بتشتغلك. لما جمعته مع المحامي عشان تكتبوا العقود، عزوز كتب كل حاجه باسم علوان، وخد 1,000,000 جنيه زياده عشان يسكت. ازاي؟ ده انا بصمه بصباعي ده. خدعوك فكالو يا كبيره. انت بصمتي على انك شاهده على العقود، لا بايعه ولا شاريه. وعلى راي المثل، يا ولاد بلد انا ليا رجاء، عايزين نقضي على الاميه، بدل البصمه تكون امضاء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا تكوني فاكره علوان ده اهطل وبيرمي الفلوس كده، ده بس كان عايز يدوقك ويدفع، ودلوقتي زهق منك وراح يدوق واحده تانية عشان يدفع برضه. وانا جيت قلت لك دميني وانسي الدنيا، دميني وانسي الناس، بس انت اللي طلعتي شخصيه عنيده. بعتني بعتني يا طاعون الكلب، بعتني. بس يا بت فوقي كده، وما تنسيش نفسك، انا اللي عملتك وجيت قلت لك انا شريكي وانت اخترتيه وبعتيني. دلوقتي ما ترجعيش تندمي. انا جاي استلم الفيلا دي، قدامك نص ساعه تلمي الكراكيب بتاعتك ارجع عليكي جاهزه. سامع يا نوال؟ سامع يا نوال؟ سلام يا ستهم. اللي تاخدك من قسى الدنيا بحنان،